ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنتكلم عن الشغف وحبنا بالأشياء وحبنا بعملنا، وإزاي لما نغير كارير بعد فترة لازم ندرس الحاجة اللي احنا داخلين عليها، ولو في حاجة ممكن ناخد فيها كورسات، ممكن ناخد فيها دراسات مفتوحة، ممكن ناخد فيها نخش أكاديميات وناخد شهادات، يبقى أفضل وأفضل عشان نبقى داخلين المجال الجديد على أسس. احنا معانا النهاردة موضوع مهم جدا، وهو أكاديمية المحور. قناة المحور عملت أكاديمية للإعلام، أكاديمية بتقدم في يعني مجالات مختلفة جدا تخص الإعلام، في مجال التأليف والمونتاج والتقديم كل المجالات. هنعرف أكتر طبعا من خلال لقائنا مع الأستاذة هند جبيلي، المدير التنفيذي لأكاديمية المحور. أهلا بيك يا هند. أهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ أهلا بيك. وبعدين معانا مروة كمان. مروة بقى هي المدير العام لأكاديمية المحور. فمروة يعني أنا مش عارفة أبتدي بمين فيكم يا جماعة، أنتوا خليتوني متلخبطة كده. مروة أساسا أنت الفكرة بتاعتك، الفكرة جات لك؟ الفكرة جات لي. إحنا طبعا أنا الأول بشكر دكتور حسن راتب اللي هو دايما داعم لأي حاجة فيها تعليم، أنت عارفة طبعا أي حاجة فيها إبداع، أي حاجة فيها ابتكار، فطبعا دكتور حسن راتب دايما بيبقى عنده المساعدة في ده، ولازم إن هو يدعم اللي قدامه في ده. الحكاية بسيطة، أنا اشتغلت من حوالي 6 سنين يا مها. كان نفسي اخد كورس عشان انا خريجه سياحه، كان نفسي اخد كورس في الاذاعه بالظبط. للاسف كان في بقى ناس كتير قوي ما عندهمش كل الحاجات اللي احنا عندنا. عندنا النهارده استوديو، عندنا وحدات كتيره جدا داخل اكاديميه المحور، دي بتساعد الطلبه او بتساعد دايما اللي هم المتدربين ان هم يبقوا زي ما انت قلتي يعني عارفه ادي العيش لخبازه. بنلاقي ناس كتير قوي عملت اكاديميات وفي الاخر ما بتلاقيش حد خد الخبره الكافيه ان هو يشتغل مذيع. رحت على اعلانات كتير جدا، بقيت اخرج من الكورس ده اخرج للكورس ده ادخل للكورس ده، وبلاقي الاسامي اللي بتبقى موجوده ما بتبقاش هي دايما اللي موجوده داخل الكورس، فدي طبعا يعني حاجه ضايقتني جدا. فمره كان في احتفال طبعا في المكان بتاع دكتور حسن اللي هو في البرج، قاعات كبيره جدا مجهزه، ولقيت يعني فقلت لدكتور حسن ليه ما نعملش اكاديميه خاصه ان احنا نعلم الناس ونساعد بعد كده الناس ان هم يبقوا مثلا المتفوقين، يبقى ليهم مثلا دور طبعاً بسيط. دكتور حسن رحب على طول. رحب على طول لان فعلا هو بيبقى عنده الدعم دايما الكبير ان هو يقف جنب الحاجات اللي فيها ابداع، فيها فن، فيها تعليم. بالظبط، فيها تعليم. وبرده كان برده ليه يد كبيره جدا في مدينه سنبل، هو دلوقتي بقى تقريبا ان هو خد المدينه دي، مدينه سنبل، فطبعا المشاركه فيها. فطبعا دي كانت نقطة مهمة جدا ان احنا يعني يبقى ورش التمثيل يا جماعة دايما، او ورش الاذاعة او ورش المونتاج دايما بتبقى افضل اماكن التعليم، لانها بتبقى في خبرة وفي ممارسة من المدربين ان هم ينقلوها للطلبة. طبعا هند جبيلي كانت موجودة معايا ومدير تنفيذي، وقعدنا اتكلمنا وتناقشنا كتير جدا. كلميني بقى هند عن رحله الكفاح اللي كانت بيني وبينك. انا عايز اعرف الاول يا هند، انت تخصصك ايه؟ مجالك ايه من الاول؟ انا اصلا خريجه اداب جامعه القاهره. اوكي. بعيدا شتى البعد. دخلت المجال ده بان انا خدت كورس برضو. فابتديت اشوف ان يا جماعه الموضوع ده مش معمول بروفيشنال. فطبعا مبدئيا انا بشكر طبعا دكتور حسن راتب ان هو ادانا الفرصه ان احنا نعمل ده ونعمله بفكر جديد. نظرية thinking out of the box، بان احنا نعمل اكاديمية تعليمية بفكر ان احنا اكاديمي تمام، باننا بنعلم الطلبة وبنخرج فعلا متدربين قادرين على العمل في السوق المصري. طب قولي لي انا عايز اعرف التخصصات الموجودة ايه في الاكاديمية. احنا معنا كل التخصصات، معنا تمثيل استاذ بيومي فؤاد، معنا السيناريو استاذ ناصر عبد الرحمن، معانا ملابس سينمائيه استاذه مونيا فتح الباب، استاذ فوزي العمري طبعا في الديكور. تخصصات كتير قوي، كل حاجه مهمة قوي. استاذه مفيده مهمة شيحه التفاصيل. طبعا تقديم تلفزيوني، استاذه مفيده هتعمل كورس. هو ما اتعملش لان هي جايبه معاها الستايلست واستاذ محمود مرشد واستاذ سعيد عبد الغني، بان هم هيدوا كورس متكامل ازاي المذيعه تعرف تلبس، ازاي تعرف تنقي اللوك بتاعها، لون شعرها، الميك اب ايه اللي بيليق عليها، ايه اللبس اللي فعلا تلبسه تبقى هي طالعه على الشاشه هي فعلا بيرفكت. كل حاجه هيتم تدريبهم طبعا طبعا بلا شك طبعا. النقطه بقى اللي انا وانت كنا بنتكلم فيها ان انا بطلع شاطره جدا اكاديميا، ان انا اعرف اتكلم واعرف اذيع، بس ناقصني جوانب كتير جدا. كنا بنتكلم انا وانت يا جماعه في الموضوع ده من اسبوع فات،
ان بنلاقي ساعات مذيعه لابسه حاجه مش في وقتها، عامله تسريحه شعر مع مثلا ضيف مش هي التسريحه المفروض تعملها، في كده عارفه توليفه صغيره توليفه كده لازم المذيع هو داخل طبعا. تبقى عنده الكاريزما او الشكل العام الكامل بيبقى يعني كامل من كل اتجاهات. فدي نقطه كانت مهمه جدا ان مفيده استاذه مفيده شيحه طبعا اتكلمت في النقطه دي وقالت انا عايزه اطلع لما حد يطلع على الشاشه ما يبقاش في انتقادات ليه، ازاي يعرف يتكلم، ازاي يعرف القعده بتاعه المذيع، ازاي يعرف يلبس، ازاي يبقى لون الشعر، ازاي تسريحه الشعر، في تفاصيل صغيره احنا كمذيعات لازم نكون عارفينها طبعا، بس طبعا. بتبقى دايما غايبه عن الناس الايه الجداد او اللي هم المتدربين. طب المفروض ان الناس يعني عايزه اعرف اكتر عن اللي عايز يتقدم للاكاديميه دي، هل في شروط معينه للقبول بيها؟ في بعض الكورسات هيتم طبعا عمل اختبار الاول قبل ما يلتحقوا بالكورس تمام، زائد ان احنا جايبين كوادر في كل قسم عندي بلس ان انا عندي هنا في المحور انا عندي كل حاجه، طب انا ليه ما نزلش الطلبه اصلا عملي؟ فبالتالي هيتم التدريب هنا في المدينه في قناه المحور. بس ايه الشروط يعني؟ هل اي سن، هل اي حد سواء متخرج من جامعه او مش متخرج من جامعه؟ يعني اكيد في شروط معينه للالتحاق بالاكاديميه. الموهبه يا استاذه ما بس يعني قصدي احنا كنا بنتكلم لا يعني قصدي اصل ممكن ايه يقولوا لي لا لازم تبقي خريج الجامعه لا او لازم تبقي مثلا فوق سن كذا او لازم تبقى مثلا تعليمك يصل الى كذا. لا احنا عاملينها من 16 سنه اللي فيما فوق برضه، بس ملهاش سن من 16 سنه طبعا يعني احنا موهبه ملهاش سن. اوكي في مسلسل يعني حتى استاذ بيومي فؤاد كان ده برضه في المسلسلات اللي بتتعمل بيبقى محتاجين وجوه جديده، واحنا رابطين برضه مع اماكن كبيره اللي هي برضه بتعد اللي هي ايه وجوه الجديده ان انا اطلع في مسلسل، فدي ده برضو بيجوا هيشوفوا الناس اللي خارجين من عندنا عشان يشوفوا برضو تفاصيل عندهم وعندنا ويشوفوا ازاي زائد ان انا عندي اقسام هي ما اتدرستش قبل كده يعني انا عندي مكساج الصوت، عندي استاذ احمد جابر ده اسمه جابو اله الصوت، اسمه في السوق اله الصوت، ده اساسا كان بيدرس في الاكاديميه، الكورس بتاعه هيبقى على اعلى مستوى. طب هل الاكاديميه لما بخلص مثلا فيها بيبقى في شهاده في الاخر والشهاده دي معتمده من بقيه ال طبعا هيبقى في شهاده هتبقى مختومه تمام وهتبقى طبعا ممضيه من دكتور حسن راتب، وبعدين احنا عاملين بروتوكول مع قناه المحور بان هيتم تدريب المتميزين والاكثر تميزا هيتم تعيينهم في القناه. طب ده هايل، دي فرصه هايله طبعا ان تشجيع ناس كتير. بالظبط كده بتشجع عدد كبير جدا طبعا زي ان انت بتضمني ان انت تضمي ليكي في قناه المحور اجيال جديده مؤسسه بفكر يعني جديد بفكر بالزبط. جديد احنا محتاجين الفكر الجديد محتاجين الشباب والجيل ده بافكارهم وتطلعاتهم الجديده بحيث ان احنا نخلق جيل فعلا للسينما والاعلام فعلا جيل متميز. لا هو الفكره عارفه ايه في ايه كمان يا حبيبتي؟ انه عاده الشباب بيبقوا واخداهم الحميه صح ويتكلموا كويس قوي وبفكر جديد وبتاع ومش عارف ايه وهم ما عندهمش فكره خالص. اهم حاجه التالنت. انما لما ابقى واثقه وعارفه ان هي خارجه من اكاديميه صح. والاكاديميه دي تبع للقناه، يبقى اذا القناه مش هتضم ليها حد وفيها مدربين كبار مش هتضم ليها اسماء كبيره طبعا، فده بيخليكي واثقه ان انت عارفه الجيل ده تبقى عندك ثقه فيه 100% ان هو يطلع لك حاجه حلوه. وفي حاجه بقى مهمه جدا عايزه اقولها لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده، في ناس تقول لك انا خايفه من الكورونا، انا عايزه بس الناس اللي معانا تورينا الفيديو بتاع القاعات، القاعات كبيره جدا طبعا يا مها لو انت شفتيها واكيد هيبقوا مراعين التباعد مراعين طبعا التباعد الالكتروني غير طبعا السانيتايزرز والكمامات وغير ان القاعات كبيره جدا والمسرح اللي عندنا اللي هيبقى هيدرس فيه هو اساسا بيستوعب لغايه 300 طالب فدي برضو طبعا احنا مش هنعمل العدد ده كله عشان كل الطلبه تستفيد بالكورس كويس جدا. طب عايزه اسال سؤال برضو يعني علشان بتخطر في بال كتير من الساده المشاهدين، يعني لو في شباب عايز يتقدم للاكاديميه لو في حد مغترب ما فيش مشكله هل ممكن تساعدوه ان هو يلاقي اماكن للاقامه او كده ولا هيبقى في لاحقا هيبقى كورسات هتنزل اونلاين للمغتربين تمام، زائد ان احنا عندنا التيم بتاعنا تيم السيلز طبعا بيفضل معاهم في التليفون وبيظبط لهم كل حاجه، حضرتك هتنزل في الميعاد كذا هنبدا كذا هنخلص كذا كل حاجه سيستماتيك لا علشان في عارفه اصل في مغتربين
من داخل مصر في محافظات مختلفة، وفي ممكن مغتربين من الخارج. يعني ممكن في دول تانية عربية يكونوا حابين الالتحاق بالأكاديمية. ده بالفعل، واحنا بيجي لنا تليفونات من ناس بره مصر. تمام. بس هم بيبقوا انترستد ان هم ينزلوا ياخدوا الكورس، يعني استاذ بيومي فؤاد لا انا هنزل له، انا هنزل اقعد الشهرين او شهرين ونص اللي هيدرس فيه هيدي فيه الكورس، لا انا هقعد هنا. هل كل المجالات نفس عدد الاشهر في يعني الكورس؟ مثلا 3 اشهر في كل مجال؟ بتتراوح على حسب كل مدرب. في شهر ونص، في شهرين، في 3 شهور. أوكي. على حسب كل مدرب والسيستم اللي هو هيمشي بيه، وطبعا الماده العلميه اللي هيدرسها. هل في اي تعاون ما بين الاكاديميه وما بين اي مؤسسات تانية؟ هيبقى في المستقبل تعاون ان شاء الله. بنعمل كذا بروتوكول، ده غير ان احنا طبعا انا هيتم التعاقد مع مخرج كويس جدا في السوق وشغله كويس جدا في السوق. دي هنسيبها مفاجاه بقى للسوشيال ميديا. يعني قسم الاخراج احنا الاخراج بالذات بالظبط، عشان احنا كنا سكننا كل الاقسام ما عدا قسم الاخراج. فطبعا اسم بجد يعني لا يقل عن الاقسام اللي موجوده او الاسماء اللي موجوده معانا، زي استاذ بيومي فؤاد، زي ما قلت لك، زي استاذه مفيده شيحه. عايزه اسال على حاجه، يعني برضو ما الاسئله اللي بتخطر في بال كل الساده المشاهدين، هل الاسعار في متناول الشباب ومتناول المعقول يعني؟ طبعا. يعني هم شايفين اسماء كبيره، فهل الاسماء الكبيره دي هيكون برضو قادر يعني في مقدره الاغلبيه من الشباب ان هم يقدروا؟ قبل ما نحط اي سعر احنا عملنا سيرفي في السوق كله. طبعا بتشوفي الاسعار. بل احنا نعتبر بالنسبه للخدمه اللي احنا بنقدمها، انا دلوقتي انا بديك كورس وممكن هعينك فايتس، يعني افيلبل افيلبل. طيب. عايزه اقول لك كمان، وكل النجوم الكبار لما عرفوا ان الاكاديميه تابعه لقناه المحور والدكتور حسن راتب، وان في مصداقيه. بالظبط، في مصداقيه والناس شايفين الاستوديوهات. يعني امبارح احنا كنا بنعمل برومو بتاع الميكساج الصوت. بالظبط، استاذ احمد جيش دخل وحده جوه بتاعه الميكساج الصوت اللي موجود، فطبعا هو انبهر جدا وكان جداً. مبسوط. مين جدا هو اللي دخل؟ استاذ احمد جابر كان بيصور. فطبعا كان مبسوط جدا. في مصداقيه، انت بتاخدي المدرب بتدخليه هنا على الاستوديو على طول وبيشوف الدنيا ازاي. فبالتالي كمان المتدربين لما يجوا يشوفوا ان في تطبيق من جوه الاستوديو، فطبعا ده بيديهم مصداقيه، وان يبقى في خلاص ده هيبقى فيه خبره، وان انت هتروح فين وهتتدرب مع مين وايه القناه بعد كده اللي ممكن تشجعك. فانت خلاص بتبقي في القمه هنا. انت مين النهارده؟ اكاديميه تابعه القناه. كلها بتبقى في اماكن صغيره جدا، والواحد بيبقى فعلا خايف. وزي ما انا قلت لك، انا لما جيت اخد كورس بقيت اطلع من الكورس ده اروح الكورس ده، ما كانش فيه مصداقيه. الكلام اللي كان بيتقال او مثلا الاعلانات اللي كانت بتنزل يا معها، ما كناش بنشوف المدربين اللي كانوا بيعلنوا عليهم. بروح ما بلاقيش المدربين دول. يا خبر. والله يعني فعلا انا خدت اكتر من 5 6 كورسات قبل ما اشتغل، عشان كان في حاجات كده الواحد لازم يعني يركز. قوي نفسه لو حاسس ان انا فيا جزئيه محتاجه تدريب اكتر، محتاجه. ده حاجه ان في مدربين عندنا احنا جايبينهم هم اصلا كانوا رافضين ينزلوا في اماكن تانية. والله. طبعا هم جم طبعا عشان دكتور حسن راتب والمصداقيه عندنا. ايه وجهه نظرهم بقى؟ ان هيطلعوا مش هيشتغلوا، طلبه مش هتشتغل. طب انتوا هتقدموا ده ازاي؟ وخصوصا استاذه مفيده شيحه واستاذ فوزي العوامري، هم دول ما نزلوش في كورسات خالص قبل كده. هم وافقوا طبعا معانا عشان طبعا دكتور حسن راتب، وان احنا عندنا مصداقيه. احنا فعلا عايزين نخلي يعني الطلبه تشتغل، اللي فعلا اللي عنده موهبه يظهر. عايزين فعلا نعمل حاجه جديده في السوق، مش مجرد ان احنا بس انا هديك كورس لمده شهرين وخلاص. ويبقى فرحتي واضحك عليه مثلا مثلا خلاص. لا، ما فيش الكلام ده عندنا. طيب اكيد لكل واحده فيكم، سواء اللي فكرتها اساسا وسواء اللي اساسا مدير تنفيذي، انتوا كل واحده فيكم ليها احلامها اللي بتفكر فيها. اي نعم احنا لسه في البدايات، بس بنفكر انا نفسي اشوف اكاديميه المحور في يوم من الايام كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا. قولي بقى الكذوات بتاعتك ايه؟ فعلا انا لما دخلت اول ما شفت القاعه اللي احنا دخلنا فيها، كان في تكريم لحد اعتقد، فانا شفت القاعه دي، فليه ما نستغلش القاعه دي يبقى هي اساس لاكاديميه كبيره تابعه القناه كبيره بيتخرج منها الناس قدام عيني، وانت اللي عامله ده. يعني انت فكرتي. بصي، هي فكره بسيطه جدا، انا ممكن اكون لفتت النظر ليها، بس فضلت اسعى واسعى واشوف مين اللي يصلح ان هو يكون موجود معانا. وخدي بالك، في ناس كتير قوي
تقول لك انا ما احبش ابقى موجوده في حاجات اللي هي بتبقى سبوبه وخلاص. يعني زي ما هند قالت في ناس كتير قوي كانت بترفض انها تشتغل في اكاديميات جت اشتغلت معانا ليه؟ عشان في مصداقيه كبيره موجوده في الاكاديميه اللي هي تابعه لقناه المحور. فنفسي فعلا الاقي الاكاديميه دي حاجه طبعا يعني ليها اسم كبير وبيرن حتى في الدول العربيه والدول المجاوره لينا عشان نبقى احنا عملنا حاجه. ان انت تطلعي جيل جديد بحلمه زي ما احنا بنقول بالشغف الحب ان انا بحب حاجه واعملها فدي حاجه جميله جدا. جميل. كلمه اخيره يا هند. انا حلمي انا اساسا بادئه بان انا اخدت كورس اذاعه فانا ده حلمي برضو. فانا عارفه كل شاب وكل بنت هم بيبقى نفسهم يعملوا ايه فانا بقدر المستطاع هحاول ان انا اوفر ده. احاول ان انا اخلي اكاديميه المحور هي نمبر 1 في السوق. ده حلمي وان شاء الله ان شاء الله. وبما انكم برضو ايه احنا بنقول ايه انتوا شباب وحاسين بالشباب جدا جدا في البدايه فبالتالي هنتلاشى كل الحاجات السيئه اللي احنا شفناها قبل كده علشان نطلع بالظبط ناس تكون اكتر حظ مننا طبعا. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك جدا هند جبيلي. هند جبيلي اسمها المدير التنفيذي. قبل بقى اكاديميه المحور انا بس عايزه انوه لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده احنا طبعا البيج بتاعتنا موجوده اكاديميه المحور وطبعا البرومو بتاعنا بينزل في القناه عشان اللي حابب يشوف القاعات شكلها عامل ازاي. طبعا ان شاء الله هتنزل بعد الفقره دي. يا ريت كل الناس تتابعنا وكل الناس تدخل برضو تشارك على صفحه اكاديميه المحور وتشوف بقى الابتكار الجميل عامل ازاي. تمام. ميرسي يا مروه. بنشكرك. بنشكرك على الفكره. ايوه. بنشكرك يا هند على مجهودك. ميرسي ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين بنشكركم وبنقول تابعونا وتابعوا اكاديميه المحور واللي ممكن تعملوا اكاديميه المحور في الاعلام. اعزائي المشاهدين نتمنى ان احنا نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده ولما حلوه جديده الساعه 6.